بعض الأشخاص بيكون عندهم ما يسمى بهوس زيادة الوزن، وخصوصا طبعا احنا الستات، وهي ان اي كيلو بنزيده بنحس انها نهاية العالم احيانا يعني، وساعات بنطنش طبعا. ويعني في اغلب الاوقات بنبدا ندور على اي حل علشان ننزل الوزن ده. اول طريقه بنلجأ لها هي ان احنا نعمل دايت طبعا، بس للاسف الشديد اغلبنا ما بيكونش ملتزم بالدايت، وده لاسباب كتير، منها اننا بنكون مستنيين النتيجه من اول يوم. اول يوم اخلصه في الدايت ابص على الميزان، ايه ما نقصتش كل الكيلوهات اللي انا عايزاها. طبعا الكلام ده مش صح، وما بنقدرش في اغلب الاوقات ان احنا نسيطر على نفسنا في وقت الدايت، وبناكل اي اكل من البيت حتى لو ما كانش صحي، وغيرها من الاسباب الكتير اللي بتتسبب في فشل الدايت، وهو ده اللي هنتكلم عنه النهارده، اسباب فشل الدايت. ضيفتي اللي منوراني هي دكتور هبه حسام، اخصائيه التغذيه العلاجيه. ازيك يا دكتور هبه؟ ازيك، عامله ايه؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. هو الدايت بيفشل ليه؟ الدايت بيفشل عشان المثالية الزيادة عن اللزوم. أول ما بنبدأ دايت إحنا بنحرم نفسنا من كل الأكل، بننزل نلعب رياضة شاقة جدا، بنعمل كل حاجة زي ما الكتاب بيقول، بس ما بنقدرش نستمر عليها، وفي نفس الوقت ما بنعملش الدايت المناسب لجسمنا، وفي نفس الوقت إحنا عاوزين سرعة. أنا بدأت دايت النهاردة، أنا الأسبوع الجاي عاوز أنزل 10 كيلو، وده طبعا غلط. وبلس كمان إن إحنا بنحرم نفسنا، الحرمان طبعا شيء نسبي، في ناس ممكن الحرمان بالنسبة لها عادي اللي هو هتحرميها من السكر مفيش مشكله، في ناس تانية دي تبقى كارثه. فاحنا ما ينفعش اللي هو نحرم نفسنا من كل حاجه ونبدا الدايت اللي هو احنا عاوزين نبدا السلم من فوق لتحت، احنا لازم نبدا بالتدريج. فده طبعا اهم اسباب ان الدايت بيفشل. طيب قبل ما تقولي لنا الحل النهارده، انا عايز اعرف ازاي الانسان يحدد سواء ست او راجل نوع الدايت المناسب ليه. حلو، اولا هو مش هو اللي هيحدد نوع الدايت المناسب ليه، لان هو مش عارف طبيعه يعني جسمه بالظبط. مش اي دايت اونلاين هجربه، وفي ناس كتير بتقعد تجرب كل اسبوع نوع دايت واللي تنزل عليه يبقى هو ده المناسب، لا غلط تماما. لازم الجأ لحد متخصص، وعشان كده احنا عندنا فريق طبي متخصص اللي عاوز دايت بيبدا يقول له ايه نوع الدايت المناسب ليك، مناسب لمعدل حرقك، مناسب بالظبط لعدد السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها عشان يديك الطاقه. فده طبعا اهم اي حاجه. لكن الكومن فاكتور او الحاجه المشتركه في كل انظمه الدايت، او حتى في ان احنا نحاول ننزل في الوزن، ان احنا اولا ما نكونش جعانين. بالظبط. فازاي هتساعدينا النهارده اننا ايا كان نوع التغذيه اللي احنا حتى ان احنا ايه عايزين نجربها ننجح فيها؟ حلو تمام. زي ما بدأنا الكلام بالمثالية، أو كل ست عاوزة تبقى شكلها مثالي أو جسمها مثالي أو تحس إنها واثقة من نفسها، لازم المثالية دي كمان يبقى في المنتج أو البرودكت اللي أنا هختاره. طب إيه اللي هيخليني أختار البرودكت بتاعنا النهاردة؟ أولا هو مصرح من وزارة الصحة، فما فيش منه أي ضرر من الأضرار اللي ممكن لها. إحنا بقينا في 2024 أهو، في ناس كتير بتلجأ لأدوية مجهولة المصدر. طب أنتوا فين الدماغ؟ فين بقى المثالية حتى في التفكير، ما دام إحنا عندنا هدف وعاوزين نوصل له؟ فلازم نتاكد المنتج طبعا مصرح من وزاره الصحه عشان ما الخبطش جسمي. صح. والمثاليه برضو في الاراده. انا اللي هعمل الاراده، لان ارادتنا كلنا كمصريين قدام الاكل بتضعف في ثانيه، ما حدش بيقدر يقاوم الاكل. يعني بالزبط. في ناس بيقفلوا بقهم ولا لو عملت ايه، بس بعد فتره بيزهقوا. صح، ما هي دي الفكره. فانا عاوزه حاجه من جوه هي اللي تعمل الاراده، وهي اللي تخليني قافله بقي، انما انا ما منعش نفسي غصب عني. طيب، وده بقى وظيفه الكورس بتاعنا النهارده. الكورس اللي معايا النهارده غير ان هو مصرح من وزاره الصحه، هو مكون من 3 كبسولات و3 هدايا. اول كبسوله دي مسؤوليتها سد الشهيه والسيطره على نهم الطعام ونهم السكريات، وتخليني عندي اراده ان انا ما اكلش كتير، بتنزل تعمل كتله في المعده فتديني احساس بالشبع طول النهار. تملى المعده يعني. بتملى المعده بالظبط. فانا حتى لو هاكل او هاكل اي اكل نفسي فيه او مش اكل دايت، انا هاكل منه كميه صغيره، مش الكميه اللي هتخني او هتخزن دهون. اوكي، ودي وظيفه اول كبسوله. طب تاني كبسوله معانا اللي هي ال كارانتين او الكارنيتو اراكس، دي مسؤوليتها انها بتفتت الدهون، بتنحت شكل الجسم، دي بقى اللي بتحول لي شكل الجسم مثالي، بتشيل السمنه الموضعيه، بتشيل ارداف جناب لغد، السمنه اللي بتبقى موجوده في الذراعين في الهاندلز بتاعه الظهر، دي مسؤوليتها، بتاخد الدهون تحولها لطاقه يبدأ جسمي يتحرك بيها ويعمل بيها وظائفه الحيوية.
طيب ثالث كبسوله معايا ودي المسؤوله عن ثبات الوزن ومليانه مضادات اكسده عشان ما تخليش وشي شاحب، ما تعمليش تساقط في الشعر، ما تدينيش احساس التعب والهزلان بتاع الدايت. دول كده الثلاث كبسولات. طيب الثلاث كبسولات دول قدامهم ثلاث هدايا، كريم شد البشره وده فيه هالورونيك اسيد وفيتامين اي وكافيين وكافيار عشان اشد البشره وامنع تكون الهالات السوداء او ترهل البشره. طيب تاني كريم معانا كريم شد الترهلات وده للناس اللي وزنها زياده قوي او اول ما بتخس مثلا 10 20 كيلو بيبدا يحصل ترهلات سيلوليت ستريتش ماركس، عارفه النغز اللي بتبقى موجوده في في الرجل دي بتضايق بنات كتير قوي وستات كتير قوي. ممكن تقول لك انا مش عاوزه اخس عشان ما يحصلش لجسمي كده. فعملنا كريم شد الترهلات عشان نتفادى المشكله دي. وتالت حاجه مالتي فيتامين، لان كلنا اول ما بننزل اول اسبوع الفيتامينز طبعا بتقل في جسمنا فمحتاجين مالتي فيتامين. طبعا وعايزين نعلي المناعه، لكن بالظبط هرجع تاني لمشكله انقاص الوزن والاراده ونجاح الدايت. في ناس بتبقى عايزه تخس من 4 5 6 كيلو بالزبط. وفي ناس اكتر من كده، وفي ناس اكتر بكتير بقى اللي هم بيلجأوا او بيستسهلوا يعملوا عمليات جراحيه. مش عايزه اقول يستسهلوا، لكن بيتم نصحهم بالعمليات الجراحيه. هل الكورسات دي ممكن تغني اصحاب الاوزان العاليه قوي عن العمليات الجراحيه؟ ومش بس ده سؤالي، سؤالي هل ممكن الكورسات دي تناسب اللي عايز ينزل يلحق نفسه زي ما بنقول أيوه. دايما الحق نفسك، او اللي عايز ينزل مقاسين ثلاثه، او اللي عايز يخف من امراض يعني معرض ليها. ده اللي انا عملته ساعه ما جينا نعمل الكورسات دي، انا عملت ثلاث اوفرات او ثلاث عروض عشان تناسب زي ما حضرتك قلتي كده جميع الكيلوهات اللي عاوزه تنزل او جميع الناس. مثلا اول عرض معانا اللي هو عرض الحق نفسك اللي انا وانتي على طول بنسميه كده، اللي هو البنات اللي عاوزه تنزل 5 6 كيلو عندها مناسبه عاوزه تنزل بسرعه، معانا من 5 ل 6 ل 10 كيلو في الشهر، وده عرض الشهر وده عليه خصم 40% مكون من كبسولات كشور ستيليوم ومعاها كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. وده كده يبقى اول عرض معانا. طب تاني عرض معانا او عرض الشهرين ده عليه خصم 50%، وده للناس اللي عاوزه تنزل ازيد من 10 كيلو في الشهر، 10 او 15، واوقات كمان بياخدوه بنتين اصحاب او اتنين اخوات ويقسموه مع بعض. ده مكون من كبسولات كشور ستيليوم والكارنتين اللي هو الكارنيتو اراكس ومعاه كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتالت عرض معانا حلو قوي. وتالت عرض معانا وده العرض الكبير اللي هو للاوزان الثقيله اللي بدل ما تروح تلجا فعلا لعمليات جراحيه او عمليات التكميم، لا ممكن نجرب الكورس الاول نخلي العمليه دي اللاست ستيب او اخر ستيب. الكورس ده مكون من 3 شهور عليه خصم 70%، مكون من الثلاث كبسولات بتاعتنا كشور ستيليوم والكارانتين ومعاهم القهوه الخضراء ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وطبعا طبعا طبعا كالعاده احنا عارفين ان الشحن مجاني والمتابعه مجانية من فريق طبي متخصص، بس اخر عرض ده من النهارده ليوم 15 عليه سحب لثلاث رحلات شتويه للاقصر واسوان. هيتقربنا قوي يعني لازم يلحقوا بسرعه بالظبط، لازم بقى يلحقوا يتصلوا على طول. كل اللي مطالب منهم ان هم يبعتوا لنا صوره الفاتوره بتاعه العرض ده على صفحتنا وان دايت ودايت لايف، وهيتم السحب يوم 16، واي حد هيكسب هيبقى مسموح له طبعا بمرافق. يعني في بلس 1 كمان في الرحله، يعني هيتفسح ويخس وكل حاجه. طيب نرجع تاني بقى انت قلتي لي ان الكورس طبيعي، هل معنى كده ان هو امن لكل الناس حتى اصحاب الامراض المزمنه؟ لان طبعا مع السمنه الزياده في شقين، يا اما بيبقوا كبار السن وبياخدوا طبعا ادويه للامراض المزمنه، او الوزن الزايد قوي يا دكتور هبه هو اللي بيتسبب في بعض الامراض المزمنه زي السكر مثلا من النوع الثاني وهكذا، ومقاومه الانسولين وتكيس المبايض والدهون. هل امن لاصحاب الامراض المزمنه ايا كان السبب؟ الكورس آمن أولا عشان مصرح من وزارة الصحة، ثانيا الكورس أعشاب وألياف طبيعية ما فيهوش سلسلة كيماوية ممكن تتعارض مع أي دواء من الأدوية بالظبط، ممكن تتعارض مع أي أدوية، بل بالعكس زي ما أنت قلتي في أمراض كتير قوي، تكيس المبايض، مقاومة الإنسولين، أمراض الغدة الدرقية، خشونة المفاصل وغيرها من الأمراض اللي بتيجي نتيجة اكتساب مرض السمنة أو نتيجة الدهون الزيادة اللي في الجسم. مجرد ما بنخس أول 10 كيلو تبدأي تلاقي النهجان راح، النفس كويس، مقاومة الإنسولين خفت، تكيس المبايض خف، الدهون الثلاثية خفت، الكوليسترول قل، بتلاقي حاجات كتير قوي اختفت. فطبعا لا يتعارض، بل بالعكس
بالعكس ده هو بيدخل في علاج كتير كمان من الامراض اللي احنا اكتسبناها نتيجه مرض السمنه. صحيح. طيب اخبار الاطفال ايه؟ يعني في كتير بيسالونا عن الاطفال برضو، هل ممكن ان هم ياخدوا الكورس ده؟ وهل الكورس ده في سن صغير، وصغير قد ايه؟ يعني مين اللي يقدر ياخده من الاطفال؟ حلو. شك الاطفال ده انا بحبه جدا، لان انا دايما بنصح اي ام بتكلمني بالكورس بتاعنا. هتقولي لي طب ازاي؟ اولا الكورس آمن زي ما احنا عارفين، من سن 11 12 سنه، من اول ما يقدر يبلع الكبسوله انا هقدر اديله الكورس، ما عنديش فيه اي مشكله. سبب ان انا عملت الكورس في كبسوله هم الاطفال، لان هو باودر ما حدش هيقدر يشربه، في كبار ممكن تغصب على نفسها بس اطفال لا. تجري وراه بقى، والريحه بقى والطعم، وان انت اصلا تقنعي طفل ان هو ياخد اعشاب، دي مش حاجه سهله خالص. صح. فببدا ادي الكبسوله من سن 11 12 سنه، والكبسوله هي اللي بتعمل كنترول، لان زي ما احنا عارفين مفيش ام هتقدر تحرم ابنها من الاكل، او لو هي حرمته وعملت فعلا كنترول ومشيت معانا، هو بره هياكل الحاجات دي من اي مكان تاني. مزبوط. من النادي، من المدرسه، من مع اصحابه. فانا عاوزه الكنترول يجي منه هو، هيحس بالشبع بالظبط، فمش هيضطر ان هو، او مش هيبقى عنده الرغبه ولا قابليه ان هو ياكل كتير. بالظبط. عشان كده بفرح حتى قوي حتى لو اكل جانك فود او اللي هي الوجبات السريعه، اي اكل انا ما عنديش فيه اي مشكله. بس هي الفكره في الكميه اللي هو هيبدا ياكلها. هياكل كميه صغيره جدا مع اصحابه، هيقول لك انا حسيت بالشبع. انا لسه كنت بقول لك انا بفرح جدا لما الامهات تقول لي الولد راجع لي بنص اللانش بوكس، يعني هي ادت له نفس الكميه اللي هو بياكلها في اليوم الطبيعي، بس بعد الكورس هو بدا يقلل كميه اكله. فانا بفرح جداً. يعني اللي هو انا الكورس بتاعي عامل اللي عليه وزياده كمان مع الطفل. بالظبط. طبعا في ناس بيبقى قلقهم زي ما بدانا كده، انا هبطل الدايت دلوقتي وهرجع كل اللي انا خسيته في نفس الاسبوع. وعلى فكره ده اللي بيحصل في معظم الاوقات. فقولي لي ازاي الكورس ممكن يفيدني ان ما يبقاش فيه اليويو دايت، اللي هو طول ما انا بخس اوكي ابطل من هنا اروح راجع تاني في الوزن. ما هو اليويو دايت او ان انا بتخن في الوزن ده نتيجه ان انا حرمه نفسي من كل حاجه لغايه ما انزل الكيلوهات اللي انا عاوز، يعني حاطه هدفي قدامي وصلت له، مش مهم بقى اللي يحصل بعدي ايه. فبيحصل كام باك للسمنه وازيد كمان. صح. من اللي انا كنت عليها. يا ريت بيرجع اللي فقدته بس بيرجع ازيد طبعا، لان انا ببقى حرمه جسمي يعني من كل حاجه انا نفسي فيها. فاول ما بحس ان انا انجزت برجع اكل كل حاجه، فببدا ارجع اللي هو اخزن الدهون في جسمي واقلل معدل الحرق وارجع للعادات الغلط اللي انا بعملها. الكورس هيفيد ان هو هيزود لي معدل الحرق، هيحافظ لي على حجم المعده، وده طبعا وظيفه الكورس الثالث او الكبسولات الثالثه اللي معانا، هيحافظ لي على حجم المعده الصغير، هيخليني اعدي بالمواسم كلها من غير ما اتخن. غير بس اللي هو ايه، انا دايما بقول للناس انا سامحه لكم ب 2 كيلو فوق و 2 كيلو تحت، لان الجسم مش هيفضل محافظ على وزنه، مستحيل. كلنا بنزيد وبنقل وبنزيد. صح. وبنقل، وفي فتره طبعا للبنات والستات في الشهر بيزيدوا فيها من كيلو ونص ل 2 كيلو نتيجه احتباس الميه طبعا في الجسم، وده طبيعي جدا ما عنديش فيه اي مشكله. فعشان ما اقلقهمش ببقى دايما مديهم رينج فوق ورينج تحت يتحركوا فيه براحتهم. بالظبط. ايه رايكم نشوف كده الناس اللي عملت او استخدمت الكورس ده شكلهم اتغير ازاي؟ لبسهم اتغير ازاي؟ نشوف مع بعض على الشاشه ودكتور هبه هتحكي لنا. طبعا خساره 16 كيلو في شهرين. انت يعني شايفه 16 كيلو فين؟ واو، في الكرش. معقوله في الكرش والتسلي؟ معقوله الكرش ياخد يعني ال 16 كيلو دول؟ بس طبعا لا، كمان يعني لا هو اكيد فيه، بس يعني مثلا 10 كيلو في الجناب والبطن والتسدي. في الرينج ده. بقيت بقى ال 6 كيلو التانيين او بقيت ال 16 كيلو هتلاقيهم متوزعين بقى في الجناب شويه، في الرجلين شويه، في اللغد شويه، انما مينلي تركيز السمنه وتركيز الكيلوهات عندي في البطن والتسدي. 16 كيلو في شهرين، ما شاء الله. طيب نشوف الصوره اللي بعد كده. اللي بعد كده خس بقى، خست بقى خلاص بقى من 87 ل 66، 21 كيلو في شهرين. ايه ده، الشكل اختلف تماما، الوقفه اختلفت. دي بقى المثاليه اللي انا يعني بحس عليها كل البنات والستات اللي بيشوفونا، اللي هو انت من حقك تشوفي شكلك حلو وجسمك حلو وتقسيمه جسمك تبقي راضيه عنها، مش حته واحده وتبقي متضايقه ومش عارفه تلبسي ومش عارفه حتى تتصوري. بالظبط. هنا بعد الخسسان في وسط، حط ايدها في وسطها. بالزبط. وحتى اللبس شكله يعني، هنا هي محجبه هنا وهنا ولابسه طويل هنا وهنا، لكن بعد بالظبط يعني شكلها صغر في السن. طيب ادي صوره كمان لا ده 29 كيلو في 3 شهور، يعني 10 تقريبا مور ولا 10 كيلو في 10 كيلو كل شهر.
هل كل الناس بتخس بنفس المعدل ولا يعني الرجال اكتر من الستات شويه ولا لا إيه خالص؟ ده انا عايزه اقول لك ان الستات كمان بتبقى اكتر من الرجاله، بس احنا الكورس بتاعنا بيخسس من 3 ل 4 كيلو في الاسبوع ومن 10 ل 15 كيلو في الشهر. النسبه يعني 10 كيلو في الشهر ده مش غريب عليك خالص خالص أوكي. بالعكس، و10 كيلو ده من غير التزام دايت، يعني من غير ما يبقوا واخدين دايت. بصي برضو البدله 27 كيلو في 3 شهور، برضو 30 كيلو هما يقرب يعني 30 كيلو في الثلاث شهور. الارقام دي الناس كلها بتسمعها من العمليات او عمليات التكميم، تقول لك انا نزلت 30 كيلو الموضوع مش بس عمليات، هي الموضوع ان انت فكري فكره العمليه ايه؟ ان احنا بنصغر حجم المعده. طب ما احنا عندنا كبسوله بره، بعيدا عن تكلفه العمليه وبعيدا عن تعب العمليه والدايت اللي بعد العمليه، هي ممكن تعمل ده، فاحنا ممكن نلجا للحاجه الاسهل قبل ما نروح للحاجه الاصعب. صحيح. احنا معانا رقيه على التليفون. يا رقيه مساء الخير. نور، ازيك يا استاذه دينا؟ ازيك، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام والله، كله كويس الحمد لله. كنت عايزه استفسر من دكتور على حاجه، معلش. اتفضلي، هي معاكي دكتور هبه. ازيك يا دكتور هبه؟ ازيك يا روحي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. انا بكلم حضرتك بخصوص عندي سمنه مثبطه، تمام، وما بنزلش من البيت خالص بسبب التنمر وناس زمايلي. انا في جامعه لسه عندي 19 سنه تمام، وزني 115 وطولي 160. ما 115 ده كتير قوي. طب احنا عندنا اي مرض نتيجه السمنه يعني؟ لا انا عندي، بس ممكن تكون دي وراثه، لاني انا عندي والدي ووالدتي كده برضو. تخين برضو؟ طيب ماشي، اسمعينا. طب كنت بفكر بس هل الكورس ده هيمشي معايا لو التزمت فيه ولا لا؟ حلو. طب انت نعمل دايت ولا ما نعملش دايت؟ يعني مع فريق الدايت ولا مع فريق ضد الدايت؟ لا حاليا انا تمام، متحمسه جدا اعمل اي حاجه، بس مجرد ان انا يعني انزل في الوزن. خلاص تمام، اتفقنا. اسمعينا يا رؤية. 115 طبعا كتير، مش هقول لك لا، حاجه صغيره، ومش سمنه موضعيه بس، ده في سمنه كليه في الجسم كله. طيب رؤيه، ايه انسب عرض ليها؟ طبعا عرض الثلاث شهور عشان نخلص من ال 30 40 كيلو دول مره واحده، ما نقعدش نطلب كل شويه عرض في عرض في عرض. طيب الكورس هيساعدها؟ طبعا هيساعدها، ولو خدت دايت ال 30 40 كيلو زياده دول احنا ممكن ننزلهم في 3 4 شهور بالكتير قوي. خلي بالك ان هي رؤيه قالت لنا جمله مهمة قوي، اللي هي بابا وماما زي، فالسمنة بالوراثة. هل الكورس ممكن؟ طبعا ده هيساعد بابا وماما كمان يا رؤية. عايزة اقول انا لسه كنت اقولها نطلب بقى الكورس لينا كلنا، او بالزبط. جربي انت ولما تخسي ندي بقى لبابا وماما. بالظبط. السمنة، مش السمنة هي اللي وراثة، قلة معدل الحرق، طبيعه زياده الجسم هي اللي غلط، وطبعا العادات الغلط. ما دام بابا وماما وانا، يبقى البيت بياكل بطريقه خاطئه. بالظبط، يبقى البيت فيه مشكله في نظام الاكل او النظام اللي هم ماشيين بيه، ففي عادات غلط مقديه السمنه للناس كلها. فطبعا نتصل ناخد الكورس، واحنا مع الدكاتره او في الفريق الطبي بتاعنا بنبدا نصلح العادات الغلط للبيت كله. هي اول ما بتصلح العاده بتاعتها بتبدا تقول لهم يا جماعه ده في 1 2 3، فبنبدا ننشر العادات الصح بدل العادات الغلط في البيت كله. طبعا. طيب نشوف الريفيوهات، وبعد الريفيوهات دكتور هبه هتقول لنا العروض تاني. انا عارفه في البعض ممكن يكون بينضم لنا دلوقتي وعايز يعرف العروض اللي بنقدمها، لكن نشوف الريفيوز الاول ونبدا نبص كده على الشاشه. اول ريفيو معانا، انا خسيت من ساعه ما بدات معاكي حوالي 18 كيلو، انا مبسوطه قوي اصلا، وحتى المرات اللي فاتت كنت ابدا واوقف ما كملش، ما وصلتش اني انزل كده ابدا، فانا لسه حابة أنزل شوية كمان. لسه هنكمل إن شاء الله. لا أنا بدأت معاكي من 98، دلوقتي داخلة على 82. الله أكبر، يعني حاجة رائعة. شوفي التجربة نفسها دي دكتور هبة برضو مختلفة. ليه؟ لأن عملت مليون دايت على حسب ما هي قايلة، عملت كتير، وعمري ما وصلت للوزن ده، لفقدان الوزن ده. بالظبط. ودي بقى وظيفة المتابعة المجانية. بصي احنا بنبقى قاعدين، اللي مشغول، اللي في الشغل، اللي قاعدة بتعمل وظايفها في البيت، صح. احنا واصلين حتى على واتساب، احنا بنتابع معاكي ومش سايبينك، يعني احنا جايبين الدكتور للبيت. الريفيو التاني، سلام عليكم، انا وزنت والحمد لله خسيت 6 كيلو في اول اسبوع.
طبعا تشجيع بقى وعاش وحاجات زي كده. 6 كيلو في الاسبوع ده معدل ايه اخباره؟ ده معدل عالي ها؟ كويس جدا وعالي يعني اكتر كمان من الكورس بتاعنا بيعمله، بس دي كده بنوته ماشيه على نظام غذائي مع الكورس. هي بتبقى عاوزه تنجز فبتطلب نظام غذائي فبنبعت ده مع الكورس. مستعجله كمان بالزبط. عايزه في فستان عاجبها، عايزه في مناسبه، في فرح، في ممكن يبقى فرحها، فاهمه؟ فعاوزه تنجز، فلا انا هاخد كمان دايت. طب نسيت، في سؤال جالي على صفحتنا احنا ونسيت اساله لك المره اللي فاتت. واحده فرحها بعد شهرين، هل يعني ينفع انها تنقص ال 15 كيلو اللي عايز تنزلهم دول؟ اه طبعا، ده في شهرين ده زياده. واقتراحك كمان بقى نصيحه للي فرحه قرب، يعني يلحق نفسه قبلها بقد ايه عشان يبقى في السيف؟ بشهرين ثلاثه عشان ما يزنقناش احنا في الوقت، لان في بنات كتير انا رايحه اعمل بروفا الفستان الاسبوع الجاي، طب كنت كلميني بقى شويه. بالظبط، انا عاوزه اخس دلوقتي والله. وفعلا بنعمل في اسبوع مثلا 5 أو 6 كيلو زي الريفيو الاخير ده. بس لو لا ادونا مسافه شويه عشان نبقى براحتنا، عشان ما اقدرش احرمك من الاكل. لا عشان وشها كمان وهي وعشان بتنزل. بيبقى في فتره توتر وقلق بتتطلب اكل ونهم سكريات اصلا في الفتره دي. طبعا. طيب ناخد اخر ريفيو. السلام عليكم، انا الحمد لله خسيت 8 كيلو في اقل من 15 يوم. اهو كل واحد برضو حسب طبيعه وليه معدل النزول تاني. بالظبط. بنرجع تاني بقى ونقول في ناس عايزه يعني تنقص الكيلوهات دي كلها ولكن مش عايزه اي نوع من انواع الدايت، وانت بقى بتقولي لنا الاوفرز، تقولي لنا هل ده ممكن ولا لا. اوكي، احنا الاول طرق التواصل عن طريق الارقام اللي ظاهره قدامنا على الشاشه. أوكي. او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. وزي ما احنا قلنا احنا عندنا مفيش حرمان تماما، الدايت الكورس هو اللي هيعمل كنترول على كل حاجه. تمام. أوكي. طيب احنا معانا 3 عروض. اول عرض، عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات قشور ستيليوم، وده للناس اللي عاوزه تنزل 5 6 او 10 كيلو في الشهر، ومعاه كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. وتاني عرض معانا ده عرض الشهرين، ده عليه خصم 50% مكون من قشور ستيليوم والال كارانتين، وده لنحت الجسم وسد الشهيه، ومعانا كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي عاوزه تنزل ازيد من 10 او 15 بيوصل جميل. كمان ل 20 كيلو في الشهرين. وتالت عرض معانا ده اللي فيه كل حاجه طبعا، ده عرض الثلاث شهور، ده عليه خصم 70% مكون من قشور ستيليوم والال كارانتين والقهوه الخضراء، ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه، وده للناس اللي عاوز تنزل 25 او 30 او كمان بيوصل ل 40 كيلو في الثلاث اربع شهور. وما ننساش ان العرض الثالث ده هو اللي عليه سحب لغايه يوم 15 على 3 رحلات شتويه، هيتم السحب يوم 16/12. كل اللي على الناس انها تطلب الاوفر وتبعت لنا صوره الفاتوره على صفحاتنا وان دايت ودايت لايف، وهيتم السحب يوم 16، واللي هيكسب مسموح له طبعا بمرافق والرحلات الشتويه للاقصر واسوان. وطبعا ما ننساش ان المتابعه مجانيه من فريق طبي متخصص والشحن مجاني لجميع المحافظات. ما نزيدش تاني ازاي بعد ما نوصل، يعني اللي وصلوا للاوزان الرائعه اللي كتبوها والمعدل السوبر اللي قريناه ده مع بعض، ازاي ما يرجعوش تاني؟ يتابعوا معانا بس، مش اكتر من كده والله ولا اقل، هم بس ياخدوا الكورس صح ويكلمونا واحنا هنتابع معاهم واحده واحده. ايه اللي في الكورس؟ معلش فكريني، ايه اللي في الكورس اللي هو بيخليني افضل على نفس الوزن؟ تالت كورس خالص اللي هو كورس الثلاث شهور، كبسولات اللي هي مكونه من القهوه الخضراء والشاي الاخضر والياف التفاح الاخضر، دي كلها مضادات اكسده بتحافظ لي على اللي انا وصلت له، وبتحافظ على شكل وحجم المعده من نتيجه الكورسين الاولانيين او من نتيجه الكبسولات الاولانيه اللي انا كنت واخداها. طيب طبعا احنا شفنا الكورسات قدامنا على الشاشه، بيبقى في مشكله زياده كمان في بنات وفي ستات بقابلهم، وعلى فكره في رجاله برضو بيبقى يقولك لا انا على فكره انا مش تخين، انا مش مليان، انا عندي اماكن مضايقاني، عندي بطن، عندي دراعات. الستات بالذات بتتاثر بالحاجات دي، ارداف طبعا، الكرش بالنسبه للرجاله والتثدي. ايه الحل للي مش عايز ينزل وزنك او مش شايف نفسه ان هو عنده سمنه لكن عنده اماكن ملغمه كده بتدون؟ حلو قوي، حلو قوي بجد السؤال ده، لان في ستات كتير قوي عندها فعلا اماكن تركيز سمنه موضعيه وهي مش عاوزه تخس في جسمها كله. الكارنيتو اراكس او الال كارانتين هو بيدخل يسبيسيفيك على الدهون المعقده، يحولها لدهون بسيطه، فيبدا يركز بس في اماكن السمنه الموضعيه. حلو. ده من جوه. من بره معانا كمان كريم شد الترهلات، واحد بيحرق من بره وواحد بيحرق من جوه، فيدينا فاكره تاني ريفيو بتاع البنوته اللي بدا يبان تقسيمه جسمها، عندها وسط بقى، عندها يعني قوامها بقى باين ان هي
هو ده تحديدا اللي في الكورس بيعمله، الكارنتين والكريم بتاع شد الترهلات. اذا حتى اللي عنده سمنه موضعيه، الكورس بتاعنا النهارده او مجموعه الكورسات بتحقق له الهدف اللي هو رايح له. فاضل اخر مره دكتور هبه هتقول لنا العرض عشان اللي ما تابعناش يتابعنا حالا، قبل ما نشكرها على كل المعلومات اللي قالتها. احنا معانا ثلاث عروض. اول عرض، عرض الشهر ده عليه خصم 40% مكون من كبسولات قشور ستيليوم ومعاهم كريم شد البشره وفيتامين دي هديه. تاني عرض معانا ده عرض الشهرين عليه خصم 50% مكون من قشور ستيليوم والال كارنتين وكريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. وتالت عرض معانا ده عرض الثلاث شهور عليه خصم 70% مكون من الثلاث كبسولات بتاعتنا قشور ستيليوم والال كارنتين والقهوه الخضراء ومعاهم كريم شد الترهلات وفيتامين دي هديه. طبعا ما ننساش ان الشحن مجاني لجميع المحافظات والمتابعه مجانيه من فريق طبي اكيد. دكتور هبه حسام اخصائيه التغذيه العلاجيه، بشكر وجودك معانا النهارده وبشكرك على كل المعلومات اللي شاركتيها معانا النهارده في ست الستات. واكيد بشكر حضراتكم انكم تابعتونا. اشوفكم الحلقه الجايه باذن الله على كل خير. يا رب اشوفكم في ست الستات في الحلقه الجايه. باي.